السلام عليكم، كيف حالكم الشباب؟ ندخل على طول بصلب الموضوع. انا دائما اسوي بثوث على اليوتيوب، ولكن للاسف دائما يكون في تقطيع ولاج، وتكون جودة البث مره بيض، او تصير بعض المرات اخطاء، والشات يتاخر تقريبا 10 ثواني علشان اقراه. فقررت بان افتح قناه على التويتش علشان نكمل البثوث هناك، ولكن صراحه التويتش افضل بكثير من اليوتيوب. ليش؟ لانه راح يكون في عندنا كذا زي النقاط راح نفتحها ان شاء الله قريب. هذه النقاط تقدر مثلا تتواصل معاي، او تكتب اي شيء، مثلا تكتب نقاط، مثلا تتكلم باللغه العربيه الفصحى، او تحط نقاط علشان تخليني اشوف فيديو سوي عليه رياكشن، او مثلا تدفع 500 نقطة علشان ادخل حسابك وشيك على الشخصيات. فسالفة النقاط هذه والتبرعات والدونيشن افضل بكثير من اليوتيوب. فهيا بشباب، هذه قناتي اللي راح تلاقونها على تويتش، ان شاء الله راح احط لكم الرابط حقها تحت بالوصف. فشرفوني هناك يا شباب على قناتي بتويتش، وان شاء الله راح نبدا عليها البثوث قريبا، وراح تكون بمستوى افضل بكثير من اليوتيوب، لانه اليوتيوب لاج وتاخير بالتعليقات. المهم، رابط القناة تلاقونها بالوصف، ونشوفكم في الفيديوهات القادمة او بالبثوث القادمة على تويتش.